السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ناصر محبي الطيور أو بالفرنسية ناصر تي في. خوتي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تحية خاصة دائما لزابوني اللي يتبعوا فينا من داخل وخارج الوطن. خوتي اليوم جيناكم فيديو جديد مع أخونا أحمد اللي عنده محل متواجد في صفصافة. خوتي إحنا دائما من داك ونعاودو نضربو طلا صفصافة باش نشوفو واش كاين جديد، ولكن كل ما نجو الحمد لله نلقاو جديد. خونا أحمد يعني سبيسيال الا المقلين خاوتي، يعني ما يبيعش حاجه واحده اخرى. دوك نبداو نشوفو خاوتي الاسعار واش كاين واش ما كاش، باسكو كاين بليزير كاتيجوري خاوتي في المقلين. اذا دوك نبداو نتكلمو معاه ونشوفو الاسعار. خاوتي دائما في اخر الفيديو ان شاء الله نخلي لكم الرقم تاعو تتواصلوا معاه. خاوتي توجور حاجه كونفيونس، يعني سي تجي المال سي المال، فيما لا فيما لا راح تجي المحل تاعو سيونس جامي، يعني توسوس هذا فيما لا ماشي مر. خونا عاود ولي ماشي كامل مشكل، الناس اللي نخدموا معاهم يعني ناس كونفيونس، ناس ما شاء الله. اذا خاوتي ما توسوسوش، دوك نبداو نشوفوا واش كاين مع خونا. انتظرونا خاوتي. هاوليك خونا احمد راهو مشغول شويه على كل حال، دوك نبداو نقصروا معاه مع المقلين هذا. يا ريت باع يعني ما شاء الله لطاي، الله يبارك، يعني سلعه راهي تبان الله يبارك خاوتي. عندي لي فيه معليش هكذاك مليحة ما شاء الله خاوتي، يعني سي حاجة كونفيونس لا سونتي بيان سير كارونتي مال حاجة توسوس لها تعاود تولي المحل إن شاء الله. خاوتي نبداو بالسلعة هادية، شوفوا يعني ما شاء الله راهم كامل لاطاي. خويا سلامة. خويا أحمد الله يرضى عليك، قول لي برك هادو ما شحال هنايا؟ هادو ما 7000 درهم، عرفتي؟ 700000. عندنا لهنايا كيف كيف، هنايا 7000 دينار كيف كيف خوتي. هنايا 6500 دينار. دوك خوتي كاينين ديفيرونس تاع لي فري، يعني باش نسقسو احمد هنا تقول 700 هنا 650، قولي لا ديفيرونس برك هكذا باش المشاهدين يعرفوا. لاكوا بارك الله فيك، يعني هذايا 580، يعني على جال على جال الزعكه فقط. خوتي دائما نذكركم يعني دوك هنايا 580000 على جال الزعكه ماشي مشكل خوتي، يعني تقدر تشريه بلا زعكه وتربح شويه دراهم 15 يوم يا خوتي، عاود يربي الزعكه تاعو حاجه عاديه يعني. هذا ما كان نزيدو نروحو منا 580، هنا كذلك 580 هكذا يا خوتي. هنايا عندنا الفيمالة هاديك، عندنا الفيمالات شحال راهم السعر تاعهم؟ 3500 دينار خوتي. بون نقدر نقولوا بالك المقنين عاود طلع شويه، لانه بون هذه لا بيريود، لانه راح يبدا ينقص المقنين باسكو جا راح يبدا ينقص خوتي. حاجه ثانيه زادت غرقت الحداده مع المروك هنا مشكل، لانه المقان دوكا راميجو كامل من الغرب، لهذا خوتي طلعوا شويه. نقدر نقول لكم بروفيتيو يعني ماشي حصاره، تزيد 100000 باش تشري مقنين جان وتلقمو كيما تحب. لهذا خوتي الله غالب يعني سي دوماج، حنا كنا نتمناو باش يزيدوا يحقوا شويه ولكن زادوا طلعوا. هذه هي خوتي الجزائر زادت غرقت المروك سي دوماج خوتي. بون نحكي لكم على الاسعار يعني ديتاي، يعني انا عطينا لكم البري الجمله، انسان اللي يشري جمله يعني يتغير نوعا ما البري راح تكون ناقصه، راح يتغير البري خوتي يعني. وكونتيتي شحال حبيتو خوتي، يعني اصحاب الجمله اللي يحبونا في الصفصافه يعني معروفين بالجمله، الكونتيتي شحال حبيت ماشي مشكل. يجيب لك ولا كاين يعطي لك ماشي كاع بروبلام. عندنا حبيبات شابين هنا كذلك، هادو ما راهم مخيرين خوتي، راهم وحدهم هنا في الكاجا، يعني شوفوا هذا ما شاء الله مامل طاي كامل مصوبين. كاين اللي جاب يطلعوا فيها في النوار خاوتي، ما بقى لهمش الان، دوك راح يدخلوا لي دوني فيو اللي جان راح يخلصوا. لهذا نقول لكم ابروفيتيو ابروفيتيو شويه خاوتي. هذا ما كان، زوروا المحل تاع خونا احمد يعني اللي يتهلا فيكم.
فور لا كونفيونس خاوتي قلت لكم يعني كونفيونس طوطال راه دي مال اون كا وتوسوس له قالوا لكم في مال ولا عاود ولي ماشي كامل مشكل خاوتي يعاود يبدل لكم يعطي لكم حاجه جديده ماشي كامل بروبلام يعني هذا المحل خاص الا بالمقنين اصحاب الكناري دوك نشوف لكم بالك محلات اللي كاين كناري ولكن هنايا محبي المقنين هكذايا راكم شفتوا باش تكون عندكم معلومه وصراحة كامل شابين خالتي كامل لا هكذا خالتي راكو شفتوا السلعة دوك نشوفوا الرقم مع اخونا احمد خاوتي تتصلوا به ماشي مشكل دائما نعاود نذكركم الصفصافه يعني جايه اوندر بير خادم عين نعجة دي بريفيرونس تدخلوا على عين نعجة ماهيش بعيده طهب طويل يبيعوا الفايونس يعني حاجه تاع المستلزمات تاع الديار يعني شغل فايونس عفايس هكذا يا طهب سقسي على الصفصافه راكم من تما المحلات ومن بعد الى حبيتوا تجوا عند خونا احمد اتصل معاه قال خويا راني هنايا في الصفصافه يوجهك كما وجهني هنايا باسكو نعرف الصفصافه ولكن الحانوت تاعو اكزاكت ما نعرفوش اذا حاجه سهله خوتي خويا احمد الله يرضى عليك اعطيني برا رقم الهاتف هكذايا باش الناس تعرف 05 07 خوتي 07 71 02 02 01 01 56 اخوكم احمد خوتي المحل جاي في صفصافه اذا ليه راهو انتيريسي للمقنين يتصل بخونا احمد ماشي كامل مشكل اسيدي يقولوا بعدني خونا ناصر هكذا يتهلا فيكم خويا احمد بارك الله فيك ويعطيك الصحه خويا العزيز ميرسي بوك يعطيك الصحه خويا العزيز شكرا جزيلا صحه